هذا المكان اللي تشوفونه اسمه سان تمبل، هذا اللي منه يعرفون التقويم السنوي. طبعا في شغلة إحدى عجائبهم أيضا، هذه جهة الشمال، الجنوب، غرب والشرق. هذا المعبد الموجود في المدينة، وهذا الجبل اللي اسمه الماتشو بيتشو تشوفونه، اللي هو جهة الجنوب. كمعلومة فقط أن المدينة هذه ما يعرفون اسمها، بس هم سموها ماتشو بيتشو لأن قريبة من جبل ماتشو بيتشو. هذا جبل هو المكان اللي الناس يروحون له حق الويانا بيتشو، الجبل الثاني او الجبل الحديث يسمونه. عشان تدخلون مني لازم تصريح، لازم تقص له تذكره، تحاول تقصها مبكر لان يوميا فقط يركبونه 400 واحد بس. شنو اهميته؟ اهميته انه يوفر افضل اطلاله للماتشو بيتشو كصوره، وايضا في معابد موجوده فوقه وفي اطلاله خرافيه. الطوابير تشوفون الزحمه هذه كلها عشان السواح اللي راح يصعدون يوقعون على شهاده ان ما لنا شغل فيكم اذا صار فيكم. اخيرا لقينا اللامه، هذه اللامه في الماتشو بيتشو. ما تخلي واحد يلمسها كلش. تعال تعال، هذا راحت، هذا نقولته بس انت غريبه راحت زعلانه. توتوكوسي هابي ماونتن، هذه ماتشو بيتشو. احنا قبل شوي صعدنا من هنا ترى، بعدين صورت هناك، اخذت لي صوره. تخيلوا معي هذا كله بس 30% اللي قدروا يستكشفونه من ماتشو بيتشو، الباقي كله تحت هالاشجار وللحين ما استكشفوه. تلاحظون هناك سكه القطار، هذه سكه القطار القديمه، من بعد سنه 2000 غيروا مكانها الى اللي شفتوه في بدايات لما وصل. هذه مجاري المياه طبعا يجي من فوق، ندخل من داخل المدينة وينزل لي تحت. هذا صعد عشان بوصل الخط هناك تشوفونه، صراحة متعب شوية بس وناسة. هذا ما تشوف يتشو، الحين قاعد اصعد انا، باقي والله قدامي بعد تقريبا كيلو قدام. يا الله، ما زلت ابحث عن افضل اطلاله. نصعد فوق بعد شوي. شوف ايش كثر السياح، وهذا اللو سيزن، السياح كلهم داخل طبعا. كان بس تطلع تمشي هذا كله مني درج، هذا كله زين تحت 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 لاخر شيء عشان الباصات. لو تصور مني لبكره ما تخلص، المنظر خرافي، حركه الغيم، الارتفاع، الجو الحلو، الشمس بس حاره بس الهواء بار. مشكله هني اني لازم اروح الحين الباصات، ونص ساعه على ما انزل راح اخذ غدا تقريبا، اقعد يعني اتغدى لمده ساعه، بعدين على طول قطار الى كوسكو. بمعنى انه ماكو وقت كلش، ماكو وقت. هذه البدايه، وهذه طبعا البوابه الوحيده لدخول الماتشو بيتشو. المياه اللي جايه من الجبل طبعا عن طريق الامطار، قبل كانت قوي التدفق قوي، بس انه في شيء صار سنه 95 تقريبا، سمح الرئيس البيروفي ان يسوون فندق هني، فالفندق حول مجرى الماي كله له. حاولت الحكومه البيروفيه انها ترد مجرى الماي على طبيعته على الماتشو بيتشو، بس ان العقد معاهم ل 2025. الباص وصلنا، رجعنا المدينه مره ثانيه. كذا خش الله شو صار الحين، بدور لي مطعم اتغدى فيه. انا راح كذا اخش كبوس هذا.
هذا الجبل هو اللي بينه وبين ماتشو بيتشو. ماتشو بيتشو بالضبط ورا. هذا سوق شعبي محطة القطار، بين المطاعم بين محطة القطار النهر موجود. أشوف شن صاير خاماتهم وشغلهم ينسون، ولا ماكو جناط ولا والله ودك واحد. هذا رقم الكابينة وهذا رقم الكرسي. هذا كابين كرسي، رقم كرسي 42 كام. هذا الكرسي، هذا الكرسي. من 5000 متر فما فوق. والله للحين احنا قاعد نصعد ترى. شو المنظر؟ كنا بركان. سبحان الله منظر خيال. هذه احدى القرى اللي موجودة على جبال الانديز في البيرو. طبعا متجهين الى كوسكو. كوسكو زي تقريبا مني 20 كيلو بس. اكيد الكثير منكم يعرف ان جبال انديز هي اطول سلسله جبال موجوده على كوكب الارض، يطول اكثر من 7000 كيلومتر. البيروفيين يكرهون حيوان الباكر لان لما ياكل العشب يشلع العشب من جذوره، بعكس اللاما اللي ياكل بس من فوق. عشان كذي ما شفت الباكر موجود في الماتشو بيتشو، فقط اللاما، لان اللاما محافظ على الحشائش فما يشلعها من جذورها. صرت العجوز البيروفية لابسة اللبس التقليدي. احنا في بلدة شنشيرو اللي تقع قبل كوسكو. على فكرة كوسكو او كوسكو هي العاصمة الرسمية في السابق لما يسمى بحضارة الانكا. سبب زيارتي الى كوسكو فقط الماتشو بيتشو. كوسكو فيها اماكن واجد حلوة بس ما يمدي لي زيارة ثانية ان شاء الله. اللي سألني عن الفندق، هذا فندق اسمه نوفوتيل كوسكو. اخذت الليلة تقريبا ب 35-40 دينار كويتي. فندق حلو راقي.